عوقب بالحارس الطائر بعد مشوار حافل في مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، هو الراحل عادل هيكل، والذي تحل اليوم 22 من سبتمبر الذكرى السادسة لرحيله. ولد عادل هيكل في مارس عام 1934. انضم عادل هيكل لفريق الأجبال بالنادي الأهلي وهو ابن 13 عام، بعد أن خطف أنظار الكشافين إليه بشدة وهو يمارس المستديرة في مدرسة الجيزة، وسرعان ما أصبح حارس مصر الأول خلال فترة الخمسينات والستينات، ويصبح حامل عرين الأحمر على مدار ما يقارب 18 عام. حصل خلالها مع الفريق على الدوري 6 مرات وكأس مصر 4 مرات، كما ساهم في تتويج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا عام 1959 بالقاهرة، واختارته مجلة الألعاب الإفريقية الصادرة من باريس ضمن أفضل 10 حراس أنجبتهم القارة السمراء حتى منتصف الثمانينات. واعتزل عادل هيكل الساحرة المستديرة عام 1969 بعد إصابة جديدة بخلع في الكتف الأيمن، عقب مسيرة حافلة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر امتازت بالوفاء والإخلاص، حيث رفض عدة عروض للعب في أوروبا كان من أبرزها نادي جلطة سراي التركي وبنفيكا البرتغالي، مفضلاً الاستمرار داخل جدران التتش. ويعد عادل هيكل من أبرز نجوم الكرة المصرية الذين خاضوا تجربة السينما، حيث قام ببطولة 3 أفلام هي إشاعة حب وحديث المدينة ومذكرات تلميذة. ورحل عادل هيكل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 2018 عن عمر يناهز 84 عام، واستمرت بصماته مع الأهلي ومنتخب مصر حاضرة في عقول وقلوب عشاق الكرة المصرية.